لا شك اليوم انه التيار الوطني الحر لديه رغبه بحشد كبير للسفير نواف سلام لتسميته لرئيس الحكومه بهدفين، الهدف الاول يعني اخراج هيدي الرسميه او المصريه من الثنائي الشيعي والمساله عفوا والحصريه من نادي رؤساء الحكومات السابقين، والمساله الثانيه هي كسر نجيب ميقاتي كونه اليوم دخل بعمليه تحدي مع جبران باسيل في كيفيه مقاربه المرحله المقبله. استاذ يوسف نحن ما عم نسمعك حاليا، عم تسمعنا؟ أنا عم بسمع كلارا. نعم نعم، إذا فيك ترجع تعيد آخر جملة ذكرتها. اللي كنت عم اقول لك اياه انه طبعا رغم عمليه يعني شد الحبال وعض الاصابع اللي عم يتولاها اليوم جبران باسيل والتيار الوطني الحر، انا اعتقد انه لا يزال الاقوى او الاكثر حظا هو الرئيس نجيب ميقاتي، لانه كل الظروف مؤمنه له بمعطيات الداخليه وب يعني توافقات اقليميه ودوليه. حتى الان الرئيس نجيب ميقاتي غدا سيكون الرئيس المكلف في تشكيل الحكومة إلا إذا حصلت مفاجآت من خارج التوقعات، وأنا أستبعد حصول مثل هذه المفاجآت. نعم، بما أنك ذكرت جبران باسيل، كيف تقرأ التباين الحاصل بين حزب الله والتيار الوطني الحر بخصوص مقاربة موضوع الحكومة؟ لكن حتى اليوم يعني حتى التيار الوطني الحر وجبران باسيل من خلال تسمية السفير نواف سلام كأنه يريد الشيء ونقيضه، بمعنى اليوم أنه التيار الوطني الحر يعرف تماما بأنه تسمية السفير نواف سلام تشكل استفزاز أساسي لحليفه حزب الله، لكن يعني باللعبة الداخلية أنا بتقديري حزب الله يسمح للتيار الوطني الحر ولجبران باسيل أن يناور على هامش المساحة المسموحة له والمفتوحة له، وخصوصا عندما يدرك تماما بأنه هذه التسمية لن توصل نواف سلام إلى رئاسة الحكومة. المسألة الثانية يعني الوزير جبران باسيل بتسمية نواف سلام أو التوجه لتسمية نواف سلام يعني هو عم يطرح رئيس حكومي قد لا يتوافق لا مع مشروعه السياسي ولا مع خطته لإدارة الحكومة. اليوم الكل بيعرف أنه نواف سلام بالكلام اللي نقل عنه من خلال اجتماعه مع عدد من النواب هو يريد حكومة من خارج الاصطفاف السياسي، من خارج الأحزاب السياسية، يريد حكومة تكنوقراط، عناوين الإصلاحية واضحة قد لا يوافق عليها التيار الوطني الحر، العناوين السياسية لهذه الحكومة أيضا واضحة لا توافق لا التيار الوطني الحر ولا حزب الله، لأنه قيل أنه من الأمور المطروحة على طاولة الحكومة التي يرأسها السفير نواف سلام هو مسألة سلاح حزب الله بشكل موضوعي وأساسي. أنا بتقديري اليوم التيار الوطني الحر يناور فقط من أجل يعني الضغط على الرئيس نجيب ميقاتي ومحاولة كسره والظهور بأن هناك شخصية سنية قد تنافسه في مسار تشكيل الحكومة، لكن بتقديري مثل ما قلت لك المساحة المسموح لجبران باسيل يلعب فيها هي مساحة ضيقة ويتيح له حزب الله أن يلعب فيها، خصوصا أنه يدرك تماما أنه هذه التسمية لن توصل نواف سلام إلى رئاسة الحكومة.